كشفت وثائق سرية بريطانية النقاب عن أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات كان ينوي فعلا التخلي بإرادته عن الرئاسة، غير أن اغتياله عجل بالنهاية الدرامية له ولحكمه. وكان السادات قد تحدث مرارا في الشهور السابقة لاغتياله عن رغبته في التقاعد، غير أن حديثه لم يؤخذ على محمل الجد سياسيا وشعبيا.